حبايبي، أنا اليوم لقيت محل مشرف مول. أبداً هاي مشرف مول، تسعدون هذا المحل، الجزيرة للعطور. ما صدقت أني حصلت هذا المحل، يعني مع احترامي لكل المحلات. شوفوا صناديق مية الذهب، شوفوا الصناديق، شوفوا الفخامة الهدايا اللي تنفع، هدايا للغالين فقط. هاي التولات اللي تقدرون تعبونها من هذيك الزيوت. شوفوا أمانة، شوفوا أحلى العطورات اللي ثباتها لا يقاوم وعطرها ما يسبب ألم. شوفوا الصناديق، شوفوا الفخامة. شوفوا العطور، شي فخامة، فخامة لا توصف. شوفوا عطورات الجزيرة، مع احترامي لكل العطورات. شوفوا البخور، شوفوا العطورات بمية الذهب. شوفوا عطر المونتان المشهورين فيه. فخامة لا توصف، أحلى محل عندي في العطور هو عطور الجزيرة للأمانة. والحمد لله لقيت فرعهم في الإمارات في أبوظبي. تعرفون هذا العطر في مية الذهب؟ عطر في ورق الذهب، شوفوا هدايا فخمة وكشخة. شوفوا أمانة أحلى محل عندي. انتوا تعرفون ذوقي في العطور.